هلا حنشوف الليست، نعمل نيو فايل سميه ليست دوت باي. هي الليست فيكم تتخيلوها كأنه بوكس مثلا أو علبة فيها مجموعة من الأسماء أو مجموعة من الأرقام. مثلا ما عاد فينا نستخدم مثلا name يساوي مثلا يزن، name يساوي يزن، أو مثلا number يساوي واحد. هي ما عاد نستخدمها بالليست. بالليست فينا نحط في مجموعة قيم، مجموعة أسماء أو مجموعة أرقام فينا نحط بالليست. بس عنا مجموعة مستخدمين users، نكتب users يساوي نحط مثلا add فاصلة homeboy فاصلة أنا فاصلة. دول أسماء مستخدمين users فاصلة جون فاصلة سنو فاصلة بيت ريد. خلصنا نطبع هدول المستخدمين. print users نروح على التيرمينال، نكتب بايثون list.py. لاحظ تبع لي هنا عناصر الليست، هذول الاثنين اللي كتبناهم فوق. طيب اذا بدنا يطبع مثلا اسم واحد، مثلا هذا اول اسم اللي هو add، حط print users، حط قوسين مصفوفة قوسين، حط صفر لانه رقم الاد هو اول اسم يكون صفر. من سيف ناقص تبع لي الاسم اد لانه حطينا صفر. اذا تبع لي الاسم انا حط صي صفر، هوم بوي واحد، انا اثنين حط هون اثنين. من سيف طبعا الاسم انا لانه حطينا اثنين.